بقالكم كم سنة متجوزين؟ 3 سنين و7 شهور و3 أسابيع و3 ساعات و2 ساعة. السنة دي انت لعب 16 ماتش في الدوري، ما جبتش ولا جول، وانت فيت على الحكم الرابع. بيعمل ايه اصلا الحكم الرابع عشان تتخانق معاه؟ انا معايا مدير اعمال فاشل، انت عدتك ترجع تلم النقطة ورا الرقصات. انا نفسي ابقى ام زي اي ست في الدنيا نفسها تبقى ام. ده انا قطعت الخلف، ده انا متجوز برنتر عمال ينزل في عيال. وايه كميه الحوامل دول؟ ده سوبر ماركت ولا مستشفى الجلاء؟ ما هو انت لو كنت اعتذرت من الاول ما كانش كل ده حصل. وانا كنت اعرف يعني ان الموضوع هيكبر كده وهقعد اتشتم في كل حته؟ الهي الدوق من الوجع اللي بنشوفه واللي فينا يجي فيك يا رب. انا شفت نتيجه التحليل بعيني. مبروك. مبروك ايه؟ انت حامل. انا دلوقتي يا سمير في مصيبه. ما تقول لي يا اخي انت مخبي عني ايه؟ انا في بطني عيل. قلت لك ما تحتكش بالمدافعين. عايز رنجة. عايز ايه؟ عايز رنجة. بس هو انت كده يعني بقيت بنت؟ انا كان انت حلوه تضحكي على مامي، انت حلوه تقلدي نيمار. هو انت اول مره تنزل عيل؟ نزل ايه؟ منين؟ ايه منين؟ بقول لك يا سمير، هو الحمل بيأثر على المسائل؟ الفلاشه 16 تيزا. ايه التيزا دي؟ تيزا اللي هي اكبر من التيره. هو ايه اللي بيحصل؟ منشطات هرمونات تستوستيرون. يحيى لعيب كوره معروف جدا. بس واضح انك خدت الكوره معاك وانت مروح. بس فعلا انا عاشق للسعوديه، وعاشق اكتر بقى للكنافه النابلسيه بتاعتي. انت بتعمل ايه؟ انت عايز تسقط نفسك؟ قلت لك انا مستعد اعمل اي حاجه عشان احافظ على اللي في بطني. يا وليه وطي صوتك هنتفتح. لو الشيطان وزك تسيح لي الفيديو ده يبقى ترند في 5 دقايق. هتقعد 9 شهور ما تلعبش كورة؟ وانا 9 شهور دول هشتغل ايه؟ نامي؟ ماسك. اهم حاجة يا حي تتغذى كويس. انت دلوقتي بتاكل الاثنين. البطن ده هينزل يعني هينزل. زي ما هم عايزين نحترم الحملة عند الست، انا كمان عايز الستات يحترموا الكرش عند الراجل. صح، لان اقل كرش راجل مننا قد الحمل ده مرتين. ثواني بتكلم.